يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمه فاطمه ما دام ليل او نهار وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الإنتظار يطول الحلقة السادسة والتسعون بعد المئتين يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا إمام, يا امام اني في انتظارك, في انتظارك على طول محطات الطريق, الطريق, الطريق تفرق الجميع المغادرون, المغادرون غادروا الى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات الطريق فارغة سألتحف الفراغ وغربة الأيام هم تضحك أيامي وأشوفنك هم تضحك أيامي وأشوفنك لو حزن أسود يظل طول الطريق, الطريق الدرب موحش يا إمام, يا إمام موحش, موحش, موحش يا إمام مو حش يا إمام الدرب موحش يا إمام, موحش يا إمام, يا إمام لا صديج ولا رفيق سأبقى, سأبقى أودع المغادرين واستقبل القادمين على امل ان تعود ونلتقي الى متى الى متى احار فيك يا مولاي والى متى واي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي عزيز علي أن أجاب دونك وأنا عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويلة؟ جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هذا هو الجزء الثاني والأربعون من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. في حلقتنا الماضيه اخذتكم في جوله ما بين ايات الكتاب الكريم وكلماتهم الشريفه حيث تجولت معكم ما بين عبائر دعاء كميل ودعاء الافتتاح ودعاء ابي حمزه الثمالي ووصلت معكم الى دعاء يوم عرفه قرات عليكم عبائر من النص الملحق بالدعاء المعروف المروي عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بقيت عندي بعض العبائر من هذا الدعاء الشريف ساقراها عليكم من مفاتيح الجنان كل الكلام في تلك الجوله كان يدور حول الشبكه المعقده لهندسه تقدير الاحداث والحوادث في حياتنا فهناك خشبه مسرح التقدير وهناك كواليس مسرح التقدير مر الكلام في كل هذا اذكركم على سبيل المثال ما جاء في حديث عنهم صلوات الله عليهم كن لما لا ترجو ارجى منك لما ترجو فان موسى بن عمران خرج ليقتبس نارا لاهله فرجع رسولا نبيا النار لها صورة مثلما توقعها موسى الكليم لكن الحقيقة لم تكن مثلما بدت على خشبه مسرح التقدير الكواليس كانت مختلفه جدا الكلام كان في هذه الاجواء وفي هذه الانحاء اعود الى دعاء يوم عرفه الهي الهي علمت باختلاف الاثار فانا اثر وكل شيء حولي من الاثار وهذه الاثار انا وغيري احوالها متقلبه وتجري عليها الاحداث ندرك منها ما ندرك بحسب ما نراه على خشبه مسرح التقدير اما الذي يختفي ويختفي هناك في كواليس مسرح التقدير فذلك لا علم لنا به الهي الهي علمت باختلاف الآثار. وتنقلات الأطوار. الأطوار. إنها أطوار هندسة التقدير. إلهي، إلهي. علمت باختلاف الآثار. وتنقلات الأطوار. ان مرادك مني ان تتعرف الي في كل شيء حتى لا اجهلك في شيء هذا اذا سلمت لامام زماني لانني اكون قد ادركت الحكمه مما اشاهده على خشبه مسرح التقدير ومما هو خفي عني في كواليس ذلك المسرح لانني اذا اردت ان استكمل الايمان حق الايمان مثلما علموني صلوات الله عليهم ان اقول القول مني قولهم قول محمد وال محمد ما بلغني عنهم وما لم يبلغني ما اسروا وما اعلنوا فانني مؤمن بظاهرهم وباطنهم بسرهم وعلانيتهم باولهم واخرهم بشاهدهم وغائبهم برجعتهم وايابهم انني مؤمن بهم وبكل مقاماتهم وبكل مراتبهم التي لا تعد ولا تحصى فانا عبدهم وابن عبيدهم وابن امائهم المقر بالرق وتارك للخلاف عليهم الموالي لوليهم والبراء من اعدائهم الهي الهي علمت باختلاف الاثار وتنقلات الاطوار ان مرادك مني ان تتعرف الي في كل شيء حتى لا اجهلك في شيء الهي الهي كلما اخرسني لؤمي الهي كلما اخرسني لؤمي مر علينا في دعاء الافتتاح الشريف المروي عن امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فلم ارى مولا كريما فلم ارى مولا كريما يا الهي اصبر على عبد لئيم منك علي يا رب فلم ارى مولا كريما اصبر على عبد لئيم منك علي يا رب هكذا نتحدث عن لؤمنا في دعاء ابي حمزه الثمالي خيرك الينا نازل ومتى انقطع خيرك خيرك الينا نازل وشرنا اليك صاعد ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك فسبحانك ما أحلمك فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا تقدست أسماءك الصادق يقول نحن الأسماء الحسنى خيرك إلينا نازل وشرنا اليك صاعد ولم يزل ولا يزال ملك كريم ياتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنعك ذلك من ان تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بالائك فسبحانك ما احلمك فسبحانك ما احلمك واعظمك واكرمك مبدئا ومعيدا تقدست اسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك ويبقى الدعاء تتحرك هذه المعاني الجميله والعظيمه في الوقت نفسه في كل عبائره وفي كل الفاظه برغم طول هذا الدعاء انها كلماتهم التي لا نستطيع ان نعد فضائلها وان نحصي محاسنها اعود الى دعاء عرفه دعاء يوم عرفه الهي كلما اخرسني لؤمي انطقني كرمك فلؤمي هو الظاهر على خشبه مسرح التقدير واما كرمك يحوطني يحوطني في خشبه مسرح التقدير وفي كواليس مسرح التقدير كرمك يحوطني من كل مكان الهي كلما اخرسني لؤمي انطقني كرمك وكلما ايستني اوصافي انها قبائحي وكلما ايستني اوصافي اطمعتني مننك الهي هذا هو التعريف الحقيقي للانسان نذهب الى فاصل عن, عن إمامنا الرضا صلوات, صلوات الله وسلامه الله عليه, عليه. فمن, فمن ذا الذي يبلغ, يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه, يمكنه اختياره هيهات هيهات, هيهات. ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شان من شانه او فضيله من فضائله واقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله او ينعت بكنه او يفهم شيء من امره او يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وان وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد؟ صلى, صلى الله عليه, الله عليه واله, وآله وسلم, وسلم هذا هو تعريفنا جميعا تعريفي وتعريفكم انه تعريف الانسان على حقيقته إلهي إلهي من كانت محاسنه مساوي هذه المحاسن تظهر على خشبة المسرح لكنها في الكواليس مساوي إلهي إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي ومن كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاويه دعاوى ومن كانت حقائقه كما تبدو على خشبه مسرح التقدير لكنها في الكواليس تظهر حقيقتها على ما في بواطنها وما في دقائقها فتتحول الحقائق الى دعاوي. الهي الهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. الهي الهي حكمتك النافذه ومشيتك القاهره لم يترك لذي مقال مقالا ولا لذي حال حالا هذا هو الكلام العجيب الذي ساقراه عليكم الهي الهي كم من طاعه بنيتها انا بنيتها انها طاعه هكذا بنيتها ابتداء من نيتي قبل الشروع وانتهاء باخر مرحله من مراحل تلك الطاعه الهي 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 كم من طاعه بنيتها وحاله شيدتها وحاله خير بحسب تصوري واعتقادي الهي الهي كم من طاعه بنيتها وحالة شيدتها هذا على خشبة المسرح هدم اعتمادي عليها عدلك بل أقالني منها فضلك أقالني منها لأنها عيوب لأنها عيوب الإقالة متى تكون الاقاله تكون عند العيوب عند الخسران الهي الهي كم من طاعه بنيتها وحاله شيدتها هذا على خشبه مسرح التقدير في الحقيقه في الكواليس هكذا يكون الامر هدم اعتمادي عليها عدلك. حينما حاكمتني بعدلك تبخرت تبخرت بل تحولت الى عيوب بل اقالني منها فضلك لولا فضلك لكانت عيوبا وذنوبا أحسب عليها عجيب هذا الكلام عجيب هذه هي حقائقنا حقائق الإنسان هنا تتجلى هذه المستويات من الفهم لا تناقش بمنطق ارسطو هذه تناقش بمنطق علي فقط هنا تأتي بيعة الغدير وهنا يأتي ميثاق رسول الله صلى الله عليه واله الذي اخذه علينا في بيعة الغدير هذا علي هذا علي هذا علي, هذا علي, هذا علي يفهمكم بعدي هنا ياتي المنطق العلوي فهذه المضامين العالية والمغرقة في اعماق الوجدان النظيف هذه المضامين التي تكاد ان تصل الى اعماق الغيب في بواطن قلوبنا وفي بواطن عقولنا لن نستطيع ان نتمسك باهدابها من دون ان نلجا الى منطق علي وال علي صلوات الله عليه هذا هو الوجدان العلوي هذه الثقافة الزهرائية تتفجر من جنبات هذا هو الوجدان العلوي والثقافة الزهرائية تتفجر من جنبات هذه العبائر الهي الهي كم من طاعه بنيتها وحاله شيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك بل اقالني منها فضلك هذه هي حقيقتنا من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ عبارة أخرى في هذا الدعاء الشريف أنا لا أستطيع أن أقرأ الدعاء عليكم بكامله وإنما اقتنص عباره من هنا وعباره من هناك على سبيل الامثله والنماذج لكي اواصل جولتي معكم التي بداتها من كلمات قرانهم وعرجت بعد ذلك على كلماتهم في ادعيتهم الشريفه الهي الهي اغنني بتدبيرك لي عن تدبيري تدبيري هو الذي يظهر على خشبه المسرح انا اريد تدبيرك الذي في كواليس مسرح التقدير لن اصل الى ذلك حتى اكون مسلما لامام زماني. الهي الهي اغنني بتدبيرك لي انت 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 دبرني الهي اغنني بتدبيرك لي عن تدبيري، وباختيارك عن اختياري، وأوقفني على مراكز اضطراري، لماذا؟ كي الجأ إليك، أوقفني، أوقفني على مراكز اضطراري. مراكز اضطراري انها مراكز جهلي انها مراكز فشلي وكسلي انها مراكز عيوبي التي لها اول وليس لها اخر انها مراكز غفلتي انها مراكز ضياعي, ضياعي 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 في هذه الدنيا وضياعي اذا ما اوكلتني الى نفسي فانني ضائع ضائع بين دنيا امواجها متلاطمه وبين نفس صحائفها سوداء ملطخه، وبين شيطان يتمكن من الوسوسه التي يدخلها الى عقلي ويدخلها الى قلبي، وبين وبين حاجاتي وضعفي وبين, وبين 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 كل نقائص الدنيا ونقائصي هذه مراكز اضطراري إلهي أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري وباختيارك عن اختياري ما يختاره لي إمام زماني وأوقفني على مراكز اضطراري. عجيب هذا الكلام، عجيب. إلى أن يقول الدعاء الشريف: إلهي، إلهي، كيف أستعز وفي الذلة أركزتني؟ أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني؟ نحن ما بين مستويين من التقدير، من تقدير على خشبة المسرح، ومن تقدير في كواليس المسرح، التقدير على خشبة المسرح على مراتب، والتقدير.. في كواليس المسرح هو ايضا على مراتب. إلهي كيف استعز وفي الذلة أركزتني أم كيف لا استعز وإليك نسبتني إلهي إلهي كيف لا افتقر وانت الذي في الفقراء اقمتني ام كيف افتقر وانت الذي بجودك اغنيتني الى اخر الدعاء الشريف هذه الادعيه كنوز هذه الادعيه كنوز من المعارف لا تنقضي من سوء توفيق الشيعه ان سلط عليهم مراجع في النجف وكربلاء لا يفقهون شيئا من حقائق مضامينها بل هم بحسب قواعد علم رجالهم الناصبي يضعفونها ولا يعبؤون بها محمد وال محمد صلوات الله عليهم قدموها لنا هدية براقة لماعة قدموها لنا على طبق من النور والطهارة والحكمة نحن الذين اعرضنا عنها ورفسناها بأرجلنا هذا هو الواقع الشيعي الخائب لو اننا استخرجنا ثقافتنا من منظومه الادعيه ومن منظومه الزيارات التي نسجها لنا محمد وال محمد بحكمتهم لو اننا استخرجنا ثقافتنا من هذه الكنوز العميقة والعظيمة الهائلة لكنا في حال يختلف عن الحال الذي نحن عليه بدرجة كاملة بدرجة مئة بالمئة ولكننا ماذا نصنع للحاله الديخيه التي تهيمن على الواقع الشيعي. ذكرونا 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 بالوثيقه الديخيه. ما اريد اجيب الاسماء. واحد قال لي انت على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبيه قال توصل اطمئنا تركبهم يعني مش شيء عمل تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الاعلام قبل خمس سنين قال لي مش جاء اقول تركب, تركب <applause> يعني خلاقه اغامي شيني خلاقه اغامي شيني شيني يقول لك بكي حالة تسرون فقش ديخ بعربية نفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء عرفت قال تركب مثل ما ركب فلان وظل لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا في الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة فعلا هذا هو واقع الشيعه هذا واقع الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، منذ أن أسس الطوسي حوزته في النجف، منذ أن ركب الطوسي على الشيعة واتخذهم حميرا ديخيين بقي الشيعه حميرا ديخيين لمراجع هذه الحوزه والى يومنا هذا من مرجع راكب على ظهورنا الى مرجع اخر يركب على ظهورنا يسلموننا من واحد الى واحد حتى وصلت المرجعية إلى السيستاني وركب على ظهور الشيعة واستقر على ظهورهم وسيسلمها للذي يأتي من بعده كي يركب على ظهور الشيعة الديخيين هذا هو الواقع الشيعي الديخي لازلت في جولتي معكم من قرانهم الى ادعيتهم الى زياراتهم هذه الزياره الجواديه الشريفه انني اقرا عليكم من الجزء التاسع والتسعين من بحار الانوار للمجلس الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان في الصفحة الرابعة والخمسين مما جاء في الزيارة الجوادية الشريفة المروية عن إمامنا أبي جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه. نزور بها إمامنا الرضا صلوات وسلام على أنيس النفوس على سلطان طوس أبي الحسن الرضا هكذا نقرأ في هذه الزيارة الشريفة السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في اناء الساعات وبهم بهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات انا لا اريد ان اقف طويلا عند هذه العبائر الشريفه لكنني اخذ منها لقطه هي حاجتي من ايرادها ومن ذكرها بين ايديكم السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في اناء الساعات الزياره هكذا تقول من ان صلوات الله تترى عليهم في اناء الساعات يعني في كل جزء من اجزاء الساعه وليس هناك من تحديد لهذا الجزء حتى اذا اردنا ان نجزئ الثانيه مثلما يجزئها علماء الليزر الى مليارات من الاجزاء في زماننا فذلك يعد شيئا لا قيمة له الى هذه الاناء مرادي لا قيمة له تعد تلك الاجزاء كبيرة وكبيرة جدا بالقياس الى الذي تتحدث عنه هذه الزيارة الشريفة اناء الساعات وحده القياس هنا التجلي والتجلي لا يقاس بزمان ولا يقاس بمكان مهما تصورنا صغر الاجزاء من الوقت فان التجلي لا يقاس بها الوقت شيء والتجلي شيء اخر من هنا جاءت هذه القاعده الدقيقه والدقيقه جدا في معارف الحكمه التي تنص على انه لا تكرار في التجلي فإذا أردنا، إذا أردنا أن نجزئ الثانية إلى أقصى ما نستطيع أن نتخيل فإن كل جزء يمكن على سبيل التقريب فإن كل جزء فإن كل جزء على سبيل التقريب يتجلى فيه تريليونات التجليات وهذا الكلام ليس دقيقا هذا الكلام ليس دقيقا فنحن في كل ثانيه نمثل تجليا من التجليات وهكذا الامر في اجزاء الثانيه الى الاجزاء التي يستطيع الخيال ان يتخيلها فانا في هذه الثانيه بحساب التجليات لست انا في الثانيه السابقه هذا هو المراد لا تكرار في التجلي انا لا اتحدث هنا عن المشاعر او عن الصوره الحيوانيه نحن لدينا صوره حيوانيه ولدينا طبيعه نباتيه ولدينا حقيقه انسانيه هذا هو الكائن البشري نحن نلتقي مع النباتات في جهه ومن هنا فان طعامنا ياتي من النباتات لو لم تكن فينا جهه نباتيه لم استطعنا ان نتواصل مع النبات وفينا جهه حيوانيه لو لم تكن هذه الجهه فينا لم نستطع ان نتواصل مع الحيوانات ان كان على مستوى الطعام او كان على مستوى انحاء العلاقه الاخرى في التعامل مع الحيوانات وكذلك فان جنبه شيطانيه فينا من هنا نستطيع ان نتواصل مع الجن ومع الشيطان وهو يتواصل معنا ايضا وفينا جنبه ملائكيه ايضا ومن هنا نستطيع ان نتواصل مع الملائكه ان كان التواصل جليا او كان التواصل خفيا وفينا حقيقه انسانيه هي التي من خلالها نتواصل مع محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هم وجه الله من خلالهم نتواصل مع الله ليس فينا من جنبه خاصه بنا نستطيع من خلالها ان نتواصل مع الله انما نتواصل مع الله من خلال النفخه التي نفخها فينا وهي نفخه انسانيه هذه النفخه الانسانيه هي التي نتواصل بها مع محمد وال محمد فاذا احكمنا التواصل مع محمد وال محمد صارت هذه الجهه حاكمه على الجنبه الملائكيه فينا وعلى الجنبه الشيطانيه فينا وعلى الجنبه الحيوانيه فينا وعلى الجنبه النباتيه فينا نحن لا نستطيع ان نعيش في الارض الا بهذه المواصفات التي اشرت اليها بالاجمال كيف نعيش في العالم الارضي من دون ان نتواصل مع الحيوانات من دون ان نتواصل مع النباتات من دون ان نتواصل مع التراب الذي هو اصلنا من دون ان نتواصل مع الملائكه الذين هم يتابعوننا ويشرفون علينا اكان ذلك بنحو خفي أو كان ذلك بنحو جلي ومع الشيطان الذي يراقبنا ويتابعنا ويخالطنا إلى الحد الذي يمتلك القدرة أن يشاركنا في أموالنا وفي أولادنا مثلما له القدرة أن يشارك اباءنا الذين سبقونا ايضا في اموالهم واولادهم هذا هو واقع الانسان حينما يعيش في الارض الجنبه الاعظم هي الجنبه الانسانيه فينا والتي هي بوابه للتواصل مع امام زماننا اذا احكمنا التواصل من خلال هذه البوابه وجعلناها موقوفه لامام زماننا هذا الذي سال امير المؤمنين كيف اصبحت وصرت يا امير المؤمنين وكيف وصلت الى الذي وصلت اليه قطعا هذا السؤال يتناسب مع السائل والا فعلي شانه اعظم مما يدور في ذهن هذا السائل لكنني ساذكر جواب الامير. الامير هكذا اجابه من انني جلست على باب قلبي فما ادخلت فيه الا الله صرت بوابا لقلبي فما ادخلت فيه الا الله واغلقت الباب. هذا الكلام هو لي ولكم هذا الكلام لا يخص عليا على الاطلاق علي شانه اعظم من هذه المعاني لكن الكلام موجه لي ولكم من هنا جاء التعريف للقلب السليم هو القلب الذي ليس فيه الا الله هذا هو القلب السليم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بالقلب السليم ائمتنا عرفوا لنا القلب السليم انه القلب الذي ليس فيه الا الله فلا بد ان نطبق برنامج البواب على القلب الذي اشار اليه امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وذلك لا يكون بقدره منا علينا ان نحكم ارتباطنا بامام زماننا هو الذي يتولى ذلك من دون توفيقه من دون نظره الشريف لن نستطيع ان نفعل شيئا حاولوا وحاولوا وحاولوا النهايه الفشل ولكن احكموا الرباط مع امام زمانكم وتوجهوا اليه وتوسلوا به وحققوا شيئا من معنى العبوديه في فنائه فانه هو الذي سيتولى ذلك هو الذي سيوفقنا لبرنامج البواب هذا ان نجلس على ابواب قلوبنا فلا نسمح لغير الحجه ابن الحسن ان يلج فيها ان يلج في قلوبنا اعود الى الزياره الجواديه ربما شط بي الكلام خارج المعنى الذي كنت اريد بيانه لكن الحديث يتشعب وكما يقال الحديث ذو شجون ذو اغصان اغصانه متفرعه خصوصا حينما نيمم انظارنا الى كلماتهم التي نغرق في شواطئها فما بالكم اذا ما دخلنا الى اغوارها والى اعماقها اننا نغرق في شواطئها السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في اناء الساعات صلوات تترى عليهم في اناء الساعات في الزياره نفسها هذه صوره صوره اخرى ونحن نسلم عليهم السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا اله الا الله في الرقوم المسطرات السلام على شهور الحول وعدد الساعات الصوره السابقه فان صلوات الله تترى عليهم في اناء الساعات هذه صوره مرتبطه بافنيتهم وصوره اخرى انهم هم عدد الساعات السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا اله الا الله في الرقوم المسطرات من الزياره الجواديه في المصدر نفسه اذهب بكم الى زيارة الندبة وهي زيارة مروية عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا يحدث عندكم لا يحدث عندكم خلط بين دعاء الندبة وزيارة الندبة دعاء الندبة شيء دعاء الندبه شيء وزياره الندبه شيء اخر فانا اقرا هنا من زياره الندبه هكذا نخاطبهم عموما ونخاطب امام زماننا خصوصا السلام عليكم انني اقرا من الصفحه الرابعه والتسعين من الجزء التاسع والتسعين من بحار الانوار السلام عليكم انتم نورنا وانتم جاهنا واوقات صلواتنا بحسب الطباعه فقد سقط حرف الواو وانتم جاهنا وسقط حرف الواو هنا في المصادر القديمه لهذه الزياره وانتم جاهنا واوقات صلواتنا هذه صوره ثالثه فهم ساعات صلواتنا مرت علينا صوره ترتبط بالساعات ان صلوات الله تترى لا تنقطع عنهم في اناء الساعات في كل جزء يسير من اجزاء الساعات وصوره اخرى سلمنا عليهم السلام على شهور الحول وعدد الساعات انهم اعداد الساعات وهنا نسلم عليهم من انهم ساعات صلواتنا السلام عليكم انتم نورنا وانتم جاهنا واوقات صلواتنا وصوره رابعه وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر اعمالنا فنحن نعتصم بهم لصلاتنا وانما نعتصم بهم لصلاتنا في ساعات صلاتنا نعتصم بهم صلوات الله تترى عليهم في اناء الساعات وهم عدد الساعات وهم ساعات صلواتنا وهم عصمتنا في ساعات صلواتنا فهم ساعات صلواتنا وهم عصمتنا في تلك الساعات وهم عدد الساعات وصلوات الله تترى عليهم في اناء تلك الساعات هذه الصور لا تقف عند هذا الحد وكل صوره من هذه الصور يرتبط بها التقدير على خشبه المسرح وفي كواليس المسرح من هنا حينما نسلم لامام زماننا فاننا نرتبط بتلك الشبكه المعقده التي اولها في يده واخرها في يده صلوات الله وسلامه عليه هذا هو تطبيق واضح لما جاء في الزياره الجامعه الكبيره وذل كل شيء لكم اراده الرب في مقادير اموره تهبط اليكم والصادر عما فصل من احكام العباد هكذا نقرا في الزياره المطلقه الاولى من زيارات سيد الشهداء انها الزياره المرويه عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والتي ينقلها صاحب المفاتيح عن الكاف الشريف اراده الرب في مقادير اموره تهبط اليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من احكام العباد هكذا نخاطب الحسين في زيارته الشريفه انها الزياره المطلقه الاولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط اليكم سادة ال محمد وتصدر من بيوتكم والصادر عما فُصل من أحكام العباد. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي, وهي في, الأفق في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئه والسماء الظليله والارض البسيطه والعين الغزيره والغدير والروضه الامام الانيس الرفيق والوالد الشفيق والاخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله الإمام المطهر من الذنوب والمبرا عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين الامام واحد دهره لا يدانيه احد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب القران ضرب لنا مثلا في سوره الكهف في قصه موسى والخضر سلام على موسى نبي الله وسلام على الخضر خادم بقية الله هذا هو خادمهم لا اريد ان اقرأ كل الآيات التي ترتبط بقصة موسى والخضر فالآيات كثيرة ولا اريد ان اقف عندها طويلا لكنني سابدا من الايه الثامنه والسبعين بعد البسمله من سوره الكهف قال هذا فراق بيني وبينك فموسى كان يعترض كان يعترض على المشاهد التي يراها على خشبه المسرح موسى ما كان يرى ماذا يجري في كواليس مسرح التقدير تكرر الاعتراض من موسى النبي على ما كان يفعله الخضر الخضر كان يفعل وفقا لما يجري في الكواليس وموسى كان يعترض على الذي يجري على خشبه المسرح وهذا هو الذي قصدته من كل حديثي. المشروع المهدوي يتحرك بهذه الطريقه بهذا الاتجاه قال هذا فراق بيني وبينك الخضر يقول لموسى بعد ان اعترض موسى واعترض واعترض قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا التاويل الحقيقه لا كما يضحك عليكم الخطباء الحمير اتحدث عن خطباء المنبر الحسيني اتحدث عن هؤلاء الحمير الذين اسمعهم دائما يتحدثون عن التاويل من انه معنى ثانوي التاويل هو المعنى الاولي التاويل عود الشيء الى حقيقته وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم وما يعلم حقيقته ولذا فإن الخضر يقول لموسى سأنبئك بتأويلي بحقيقتي ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فالخضر كما تعلمون خرقها واعترض موسى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فقد قتله الخضر قتل الغلام وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة رزق ببنت كانت جدة كانت أما ل. سلالة مديدة من الأنبياء وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وموسى قد اعترض على ذلك فها هو الخضر يبين له تاويل كل الذي جرى واما الجدار وموسى ايضا اعترض على بناء الجدار واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري أنا خادم إنه خادم لعلي وآل علي أنا خادم هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وأمره أمر الله وأمره إليكم وأمره هذا الكلام يتجلى في هذا القانون وذل كل شيء لكم هذا القانون يتجلى من هذا القانون وأمره وأمر الله إليكم وامره اليكم ولذا فقد ذل كل شيء لكم وعلي هو الذي يقول كنت مع الانبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا كنت مع الانبياء سرا ومع رسول الله علنا وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا هذه القصه قصه كثيره العبر وعميقة الاعتبار وغزيرة الحكمة ووفيرة الموعظة ودقيقة العلم موسى نبي نبي رسول كليم الله من اولي العزم وهذه الواقعه حدثت في اخريات ايام حياته بعد وفاه هارون فهارون كان نبيا وكان وصيا لموسى لكنه توفي في حياه موسى الذي صار وصيا من بعد هارون هو يوشع ابن نون والذي كان مرافقا لموسى في هذه الواقعه في الايه الستين بعد البسملة من سوره الكهف واذ قال موسى لفتاه فتاه هو يوشع ابن نون إنه وصيه وإذ قال موسى لفتاه وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة حينما جاء باحثا عن الخضر فكان يرافقه وصيه الذي ظهر على خشبه المسرح هو الذي اعترض عليه موسى النبي لكن الحقائق كانت في الكواليس يعلمها خادم محمد وال محمد انه الخضر وما فعلته عن امري نحن عندنا في الاحاديث من ان الصوت الذي كلم موسى حينما ذهب الى النار والى الشجره الصوت صوت قائم ال محمد صلوات الله وسلامه عليه محمد وال محمد لا يخضعون لقوانين الطبيعه ولا يخضعون لقوانين الزمان والمكان حكايتهم حكاية أخرى لا يقاس بهم أحد. هكذا علمونا ونحن مسلمون هكذا علمونا ونحن مسلمون لما علمونا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن لسنا مسلمين لهم، نحن عبيدهم. نحن مسلمون لما علمونا لعلمهم نحن نسلم لما علمونا اما هم فشاننا معهم اعظم من التسليم انها السالميه السالميه التي هي ارقى من التسليم بكثير هذا هو الذي تتحدث عنهم هذا هو الذي تتحدث عنه زياراتهم الشريفه. "إني سلم لمن سالمكم." "إني سلم لمن سالمكم" هذه السالمية لهم. والسالمية أرقى من التسليم بكثير. نجاتنا بالتسليم على الاقل في هذا المستوى حينما نسلم لامام زماننا فاننا سننجو حينئذ لا نعبا بما نشاهد على خشبه المسرح اذا كان تسليما مبنيا على قواعد العقل والعلم لا على الترهات والسفاهات والجهالات والسخف التسليم لا كما يردد الشيعه حطها برقبه عالم واطلع منها سالم إذا كان المراد بالعالم إمام زماننا هذا الكلام صحيح لكنهم لا يقصدون ذلك يقصدون مراجع النجف وكربلاء ولذا أضلوهم التسليم لا يكون إلا للحجة ابن الحسن وهذا التسليم لا بد أن يكون مؤسسا على قواعد العقل والعلم ديننا دين العقل والعلم ما هو بدين الاحتمالات والظنون والشبهات والمنامات والمكاشفات الصوفيه وامثال هذه الترهات ديننا دين العقل الواضح ودين العلم الواضح اتحدث عن علم الدين الذي ينحصر في قرانهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط وفقط وفقط نذهب الى فاصل عن الهيثم, الهيثم بن واقد عن مقرن, مقرن قال سمعت أبا, ابا عبد الله, عبد الله امامنا الصادق صلوات الله, صلوات الله عليه, عليه يقول جاء, جاء ابن الكوائي, الكوائي إلى, الى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه, صلوات الله وسلامه عليه, عليه فقال يا امير المؤمنين وعلى, وعلى الاعراف رجال, رجال يعرفون كلا بسيماهم, بسيماهم فقال, فقال نحن, نحن على, الأعراف على الاعراف نعرف انصارنا بسيماهم ونحن الاعراف الذي لا يعرف الله عز وجل, عز وجل الا بسبيل, بسبيل معرفتنا ونحن الاعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامه على الصراط فلا يدخل الجنه الا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار الا من انكرنا وانكرناه ان الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه فمن عدل عن ولايتنا او فضل علينا غيرنا فانهم عن الصراط لناكبون فلا سواء من اعتصم, يعني اعتصم الناس, الناس به ولا, ولا سواه حيث ذهب الناس, الناس الى عيون, عيون كدره يفرغ بعضها في بعض, في بعض وذهب من ذهب, من ذهب إلينا, الينا الى عيون صافيه تجري بامر ربها لا, لا نفاد لها ولا انقطاع اعود الى زياره الندبه التي لم اكمل حديثي بخصوصها وتحديدا بخصوص ما اقتطفته من عبائرها التي ترتبط بحديثنا في هذه الحلقه ومن تقديره ومن تقديره ونحن نتحدث عن هندسه التقدير وعن شبكه التقدير وعن التقدير الظاهر على خشبه المسرح وعن التقدير الخفي في كواليس مسرح التقدير ومن تقديره منائح العطاء بكم انفاذه محتوما مقرونا ومن تقديره منائح العطاء بكم انفاذه محتوما مقرونا فما شيء منا فما شيء منا الا وانتم له السبب واليه السبيل هذه الكلمات تجمع كل الكلام المتقدم ومن تقديره هذا التقدير بكل مراتبه ان كان على خشبه المسرح بكل مراتبه او كان في كواليس المسرح بكل مراتبه ومن تقديره منائح العطاء ما يمنح من عطاء ومن فيض بكم انفاذه محتوما مقرونا لا يمكن للعطاء ان يصل الى الجهه التي يقدم لها هذا العطاء الا باسبابكم بكم بكم ومن تقديره منائح العطاء بكم انفاذه محتوما مقرونا كل عطاء من الحتم ان يكون باسبابكم وكل عطاء لا بد ان يكون مقرونا بارادتكم من خلالكم ومن تقديره منائح العطاء بكم انفاذه محتوما مقرونا فما شيء منا منا ومن غيرنا لكن الزياره هي بلسان الزائرين فالزائرون هم الذين يقولون هذا الكلام والا فان الحقيقه ليست مقتصره على الزائرين وانما على كل شيء فما شيء منا الا وانتم الا وانتم له السبب واليه السبيل الا اذا كانت الزياره تتحدث عن التقدير الخاص او عن التقدير الاخص حينئذ سيكون الكلام فما شيء منا نحن شيعتكم لكن هذا بعيد لان الزياره لا تتكلم بهذا اللسان خصوصا اذا اردنا ان نستمر في قراءه العبائر الاخرى فما شيء منا الا وانتم له السبب واليه السبيل خياره لوليكم نعمه وانتقامه من عدوكم سخطه فالحديث عن الاولياء وعن الاعداء وكل ذلك مرده إلى القانون الذي أشرت إليه قبل قليل، الذي ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة وأمره أمر الله وأمره إليكم ومن تقديره منائح العطاء بكم إنفاذه محتوما مقرونا فما شيء منا الا وانتم له السبب واليه السبيل تستمر الزياره تخاطب امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه السلام عليك يا صاحب المراه والمسمع الذي بعين الله مواثيقه وبيد الله عهوده وبقدره الله سلطانه الذي يحكم الرباط مع امامه انه يحكم الرباط مع الله السلام عليك يا صاحب المراه والمسمع الذي بعين الله مواثيقه وبيد الله عهوده وبقدره الله سلطانه الى ان تقول الزياره الشريفه السلام عليك يا محفوظا بالله الله نور امامه وورائه ويمينه وشماله وفوقه وتحته السلام عليك يا مخزونا في قدره الله نور سمعه وبصره من هنا ياتي التقدير هؤلاء هم الذين يقدرون هذه اوصافهم السلام عليك يا محفوظا بالله انني اخاطب بقيه الله السلام عليك يا محفوظا بالله الله نور امامه وورائه ويمينه وشماله وفوقه وتحته السلام عليك يا مخزونا في قدره الله نور سمعه وبصره نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر، صلوات الله وسلامه عليه. جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات أهدى من رايه اليماني هي رايه هدى لانه يدعو الى صاحبكم فاذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم واذا خرج اليماني فانهض اليه فان رايته رايه هدى ولا, ولا يحل, يحل لمسلم أن, ان يلتوي عليه فمن فعل فهو, فهو من اهل النار لانه يدعو الى الحق والى, وإلى طريق, طريق مستقيم بعد هذه البيانات التي شرعت فيها في الحلقة الماضية وما ذكرته لكم في حلقتنا هذه أعود بكم إلى ما حدثتكم عنه في بدايه مجموعه هذه الحلقات لماذا لان الحلقه هذه هي الحلقه الاخيره في هذه المجموعه مجموعه حلقات يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول بدايه هذه الحلقات كانت حديثا عن السيناريوهات الثلاثه السيناريو الاول سيناريو الغدير الامه غدرت به وانطوى هذا السيناريو فجاء السيناريو الثاني بديلا عنه سيناريو القربان اللهم تقبل من محمد وال محمد هذا القربان انها كلمه العقيله زينب صلوات الله عليها حينما رفعت جسد الحسين باتجاه السماء في ليله الحادي عشر من المحرم الذي نتامله ان هذا السيناريو هو الذي سنبقى معه ويبقى معنا قطعا اذا كنا نستحق ذلك والا فان هذا السيناريو سينطوي اذا ما اتممنا غدرنا به نحن غدرنا الشيعه غدرت بهذا السيناريو مثلما المهاجرون والانصار غدروا بسيناريو الغدير الشيعه ايضا غدروا وغدروا بهذا السيناريو لكن رحمه صاحب الامر صبر صاحب الامر لطف صاحب الامر هو الذي ابقى لنا بقيه هل نستطيع ان نحافظ عليها ام اننا سنكمل غدرنا وهذا هو المتوقع وحينئذ سيطوى هذا السيناريو كي ياتي مكانه السيناريو الثالث سيناريو اليوم الأخير، وحينئذ سيكون كل الكلام الذي مر في هذه الحلقات هباء منثورا. الكلام الذي مر في هذه الحلقات يكون نافعا، يكون مثمرا، إذا ما كنا سائرين في مسار السيناريو الثاني الذي هو سيناريو القربان لكننا اذا اسانا وهذا هو المتوقع من الشيعه ان يكملوا غدرهم بسيناريو القربان مثلما غدروا ببيعة الغدير ونقضوها كلام إمام زماننا في الرسالة الأولى للشيخ المفيد التي وصلته سنة 410 وعشرة للهجرة حيث الخطاب موجه إلى أكثر مراجع الشيعة من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون لقد نقضوا بيعه الغدير. نقضوها بطريقه شيعيه شيطانيه خبيثه. يعلنون بيعه الغدير بالسنتهم ويظهرون اهتمامهم بها بحسب ظاهر احوالهم ويقيمون الاحتفالات بمناسبتها ولكنهم عمليا نقضوها حرفا حرفا ولم يعملوا باي ميثاق من مواثيقها. اتحدث عن مراجع حوزه النجف وكربلاء منذ سنه 448 للهجره. والذي يثبت كلامي كتبهم تفاسيرهم فتاواهم انها ناقضه لبيعه الغدير بالتمام والكمال الشيعه تقدس هؤلاء الشيعه تفترض في هؤلاء انهم نواب لمحمد وال محمد ومحمد وال محمد براء منهم بالمطلق لماذا؟ لان دين هؤلاء يتنافى مع دين محمد وال محمد بالمطلق بدرجه كامله. هؤلاء لا زالوا حبيسين في مرحله التنزيل التي نسخت دينهم دين التنزيل انهم من الذين يقاتلهم علي ويقاتلون عليا مثلما قال رسول الله صلى الله عليه واله لامير المؤمنين من انك ستقاتلهم ستقاتل المسلمين الذين هم في مرحله التنزيل ستقاتلهم على التاويل مثلما قاتلتهم انا قاتلت الكافرين على التنزيل كانوا كفارا فقاتلهم رسول الله على التنزيل ولكن عليا سيقاتل المسلمين على التاويل المسلمون حبسوا انفسهم على التنزيل فكفروا ارتدوا لان مرحله التاويل نسخت مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل بدأت منذ بيعة الغدير يا علي ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم أنا أنا محمد صلى الله عليه وآله مثلما قاتلتهم على التنزيل مراجع النجف وكربلاء لا زالوا حبيسين في مرحلة التنزيل بالضبط كأتباع سقيفة بني ساعده حوزة الطوسي أسست لها سقيفة خاصة بها إنها سقيفة بني طوسي إنها سقيفة بني نجف إنها سقيفة بني مرجعية هذا هو الذي جرى ولا زال يجري على أرض الواقع الشيعة اذا بقوا على حالهم هذا فان السيناريو الثاني سيطوى وحينئذ كل الكلام الذي مر ذكره في هذه الحلقات مثلما قلت لكم قبل قليل سيذهب هباء منثورا حينئذ لا اقول سنبدا من الصفر ابدا نحن نحن سنكون تحت الصفر لا نستطيع ان نبدا لا من الصفر ولا من تحت الصفر نحن سنكون تحت الصفر حينئذ سنكون وجودا لا قيمه له الواقع الشيعي في الحقيقه وصل الى مرحله انتهاء الصلاحيه ونحن كذلك نتحرك بهذا الاتجاه العاقبه مخيفه ومخيفه جدا اذا ما طوي هذا السيناريو وكانت حركتنا باتجاه السيناريو الثالث انه سيناريو اليوم الاخير اذا اردت ان احدثكم عن سيناريو اليوم الاخير لابد ان ناخذ بنظر الاعتبار امورا عديده منها ما تقدم ذكره في شرح وبيان حقيقه ارتباط التشريع بالتكوين، حدثتكم عن هذا الارتباط المفصلي ما بين التشريع والتكوين لا اريد ان اعيد الكلام المتقدم لكنني اردت ان الفت انظاركم الى ان التحول من السيناريو الثاني الى السيناريو الثالث لا ياتي جزافا ولا ياتي اعتباطا انه التقدير وهندسه التقدير هذا الدين دين منظم وهذا الكون كون منظم ونظام الدين يلتقي بنحو دقيق مع نظام الكون هذا هو الذي قصدته من الارتباط الوثيق ما بين التشريع والتكوين وكذلك ما حدثتكم عن هندسه التقدير ومن انها شبكه معقده وعلى طبقات يظهر منها ما يظهر على خشبة مسرح التقدير، لكنه لا يمثل الحقيقة. إنه وجه من الوجوه. حقيقة التقدير تكون خفية في كواليس مسرح التقدير. وقد جئتكم بالنصوص والوقائع والأمثلة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم أمر آخر لا بد أن ينظر إليه إذا أردنا أن نتحدث عن السيناريو الثالث عن سيناريو اليوم الأخير لا بد أن نفقه ولا بد أن نعلم من ان التقدير المهدوي الذي يرتبط بنا ونرتبط به وهكذا سائر الامم لكنني اتحدث عن واقعنا الشيعي التقدير المهدوي يتحرك في عده اتجاهات الاتجاه الاول الاتجاه العام اتجاه عام في حركه التقدير المهدوي انني اتحدث عن هندسه التقدير عن شبكه التقدير ما جاء في توقيع اسحاق بن يعقوب والذي ورد الى النائب الثاني بخط امام زماننا الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامُه عليه أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 181 من التوقيع الشريف المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب الامام هكذا يقول واما وجه الانتفاع بي في غيبتي الحديث هنا عن تقدير مطلق عن تقدير عام واما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس اذا غيبها عن الابصار السحاب تعبير دقيق واضح عن التقدير المهدوي العام واني لامان لاهل الارض كما ان النجوم امان لاهل السماء واني لامان لاهل الارض ما يقدر لاهل الارض واهل الارض عنوان لان الارض عاصمه المشروع المهدوي عاصمه الكون واني لامان لاهل الارض هذا القانون العام في ضوء هذا القانون العام يجري التقدير لاهل الارض عموما فيما يظهر على خشبه مسرح التقدير وفيما يكون في كواليس مسرح التقدير قلت لكم التقدير المهدوي يتخذ عدة اتجاهات، الإمام هنا يتحدث عن عنوان التقدير اجمالا حينما يقول: واما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس اذا غيبها عن الابصار السحاب، هنا حديث عن التقدير بغض النظر عن اتجاهاته الاتجاه الاول التقدير العام التقدير المهدوي العام واني لامان لاهل الارض هذا التقدير المهدوي العام لجميع اهل الارض بغض النظر عن عقائدهم ودينهم هناك التقدير الخاص وهو لعامه شيعته هذا يظهر واضحا في الرساله الاولى التي وصلت الى الشيخ المفيد حينما يقول إمام زماننا صلوات الله عليه إنا غير مهملين لمراعاتكم حتى مع نقضكم لبيعة الغدير لكن العقوبة التي ترتبت على نقض الشيعة لبيعة الغدير أن أوكلهم إلى أنفسهم أن أوكل الشيعة التي اتبعت هؤلاء المراجع الذين نقضوا بيعه الغدير اوكل الامام امور الشيعه الى هؤلاء عقوبه له ولذا عبث فيهم هؤلاء المراجع ما عبثوا فيهم وسيستمر هذا العبث الى النهايه السوداء التي سيكونون عليها في مواجهه امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الروايات حدثتنا عن ذلك هذا لا هو بافتراض ولا هو باستنتاج هذه معلومات دقيقه حدثتنا الروايات الشريفه عنها لكن إذا وقع الشيعة في الحد الذي يقضى عليهم تماما فإن الإمام يتدخل إن غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم هذه العباره فيها ايحاء واضح صحيح اننا اوكلناكم الى انفسكم لكننا لسنا ناسين لذكركم انا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللاواء واصطلمكم الاعداء. الاصطلام القضاء عليكم من الجذور. صحيح انتم غدرتم بي ونقضتم بيعتي لانكم اتبعتم هؤلاء المراجع. الامام هكذا يقول ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم اصاب الشيعه مذ جنح كثير منكم هذا الجنوح ما هو جنوح البقالين ولا هو بجنوح الاطباء والمهندسين هذا جنوح المراجع ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا فلا يقال للاطباء والمهندسين اذا ما جنحوا من انهم جنحوا بعيدا عن السلف الصالح وعن مساره انما يقال هذا الكلام للمراجع والفقهاء ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الشيعة تبع هؤلاء مراجع النجف وكربلاء من أولهم إلى آخرهم على هذا المنهج الآن الشيعة يتابعونه يتابعون هؤلاء المراجعه الغادرين بامام زمانهم ومع ذلك فان الامام يقول انا غير مهملين لمراعاتكم وان كنتم تستحقون الاهمال الامام يقول انا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللاواء وصلمكم الاعداء فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا ظاهرونا اعينوا انفسكم اعينوا انفسكم كي اعينكم وظاهرونا على انتياشكم من فتنه قد انافت عليكم هذا الخطاب يوجه للشيعه في سنه 410 وعشره للهجره اما حالنا الان ونحن في سنه الف واربعمية وثلاثه واربعين وعلينا مرجع كالسيستاني في قمه المنهج المرجئي والبتري والتقصيري فما هو حال الشيعه وبقيه مراجع النجف ما هم باحسن حال من حال السيستاني جميعهم كذلك جميعهم مرجئة وبترية ومقصرة هذا الكلام سنة 410 وعشرة للهجرة فماذا نقول الآن ماذا نقول الآن إنا غير مهملين لمراعاتكم ولو كنتم تستحقون الإهمال ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللاواء عظائم المصائب لنزل بكم اللاواء واصطلمكم الاعداء لقطعوكم من جذوركم لاستاصلوكم استئصالا ولولا ذلك لنزل بكم اللاواء واصطلمكم الاعداء فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا اعينوني اعينوني الامام هكذا يقول لاننا في زمان الغيبة قوانين الغيبة تختلف عن قوانين الظهور وذل كل شيء لكم هذا لا يتجلى في زمان الغيبة إذا ما تجلى فإنه سيتجلى بحدود ضيقة إنما يتجلى هذا القانون في زمان الظهور وظاهرون وظاهرون على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم هذا كله مع أن الإمامة في الرسالة الثانية التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 412 للهجرة قبل أشهر من وفاته الشيخ المفيد توفي في شهر رمضان في بداية شهر رمضان سنة 413 للهجرة وهذه الرسالة وصلت في أواخر سنة 412 للهجرة في شهر ذي الحجة الإمام ماذا يقول فيها؟ يقول فيها بعد أن وصف مراجع الشيعة بالسباريت السباريت في تعبيرنا الشعبي العراقي يعني السرابيت وقد شرحت هذا في حلقات سابقه صاحب الامر يقول للمفيد من انني قد غيرت مكاني الى مكان بعيد لماذا الامام يقول الجا اليه الجاني الى ذلك السباريت من الايمان السباريت من الايمان انه نفس المضمون الذي نستعمله في تعابيرنا الشعبيه العراقيه حينما نصف شخصا لا عنده من عمل لا عنده من مال وهو يستطيع ان يعمل لا عنده من بيت لا عنده من كرامه في المجتمع شو يقولون عنه؟ دخل يولي هذا السربوت السربوت هذا في الثقافة الشعبية العراقية في اللغة الفصحى السبروت سربوت جمعها سرابيت السبروت تجمع على سباريت الجا اليه السباريت من الايمان بامكانهم ان يحصلوا الايمان هذا ليس وصفا للعباسيين لان العباسيين نواصب هذا وصف لمراجع الشيعه الذين تحدث عنهم في الرساله الاولى من انهم نبذوا العهد الماخوذ منهم انه عهد الايمان انه عهد الغدير انه عهد الغدير الاول انه عهد الغدير الثاني انها مواثيق الولايه والامامه مع الحجه بن الحسن ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون الامام هنا يصفهم بالسباريت من الايمان بامكانهم ان يحصلوا الايمان لكنهم سباريت الجا اليه الجاني الى ان اغير مكاني وان اكون بعيدا عنكم الجا اليه السباريت من الايمان انهم مراجع الشيعه السرابيت السفله الى ان يقول الامام في اخر الرساله فما يحبسنا عنهم عن الشيعه وعن مراجع الشيعة، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم الإمام الحجة يكره الواقع الشيعي، يكره مراجع الشيعة، يكره حوزة النجاة. هذه رسالته إلى المفيد. هذا ما هو كلامي. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم ومع ذلك فان الامام يقدر للشيعه تقديرا خاصا اذ يقول لهم انا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللاواء واصطلمكم الاعداء فاتقوا الله جل جلاله. فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا على انتياشكم من فتنه قد انافت عليكم فهل نظاهر امام زماننا؟ ما هذه الظروف تترى في كل وقت من اوقاتنا. الفتن قد انافت وانافت علينا. اصلا الفتن قد دخلت فينا قد دخلت في عقولنا وقلوبنا انافت اشرفت اذا كانت الرساله تتحدث عن فتنه قد اشرفت على الشيعه في زمان الرساله فان الفتن قد دخلت فينا ظاهرا وباطنا علينا ان نظاهر امام زماننا كي يعيننا كي يعيننا لا أن نظاهر هؤلاء السفلة من المراجع السفهاء الذين يضحكون علينا يضحكون علينا أعيدوا أعيدوا الوثيقة الديخية أعيدوها ما أريد أجيب الأسماء واحد قال لي أنت على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة هي قال توصل اطمئن تركبهم يعني ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارة واحد من الاعلام قبل خمس سنوات قال لي ليش تستعجل؟ وش دراعه طويله؟ تركب أه. يعني خلاقه اظاميه شني مثل ما تقول خلاقه اظاميه شني فقش ديخ بالعربي فقش نفس عبارة كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء عرفنا قال تركب مثل ما ركب فلان وقال لا مو علم اجمالي هذا واقع <applause> هو واقع الشيعه لا في الواقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه يا أيها الديخيون انا مضطر لان اخاطبكم والا البرنامج ليس معدا لمخاطبتكم لكن هذه الحلقه هي الحلقه الاخيره من مجموعه حلقات يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول يا ايها الديخيون يا ايها الديخيون امامكم هكذا يقول انا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم وان كنتم تستحقون الاهمال والنسيان ولولا ذلك لنزل بكم اللاواء واصطلمكم الاعداء فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا ظاهرونا ظاهرونا على انتياشكم وظاهرونا ظاهرونا على انتياشكم من فتنه قد انافت عليكم وهو الذي يتحدث ويقول يخاطبنا جميعا يخاطب الديخيين وغير الديخيين فما يحبسنا عنه ما يحبسنا عن شيعتنا إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم هذه هي الحقيقة منذ بداية الغيبة الكبرى وبشكل أخص منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس أطوسي حوزته في النجف إذا هناك عدة اتجاهات للتقدير المهدوي الاتجاه العام واني لامان لاهل الارض الاتجاه الخاص لشيعته عموما حتى مع الذين غدروا به انا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللاواء واصطلمكم الاعداء فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا على انتياشكم من فتنه قد انافت عليكم وهناك التقدير الاخص التقدير الاخص هذا لخاصه اوليائه انه للزهرائيين الحقيقيين ليست لي ولكم الذين لا اعتقد وجودهم بالنسبه لي لا اعتقد وجودهم من خلال ما عندي من المعطيات لكنني لا انفي وجودهم لا اعتقد وجودهم من خلال الشيعه الذين اعرفهم لكن هذا لا يعني انهم ليسوا موجودين انا لم اوفق كي اجدهم فعدم وجداني لهم لا يدل على عدم وجودهم حينما اقول لا وجود لهم من وجهه نظري من خلال معرفتي المحدوده عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود لكنني اتحدث عن الساحه التي اعرفها فلا استطيع ان اتحدث عن شيء لا اعرفه بحدود معرفتي انا لا اعتقد وجودهم في الساحه التي اعرفها هناك التقدير الاخص وهذا قد يكون خفيا وقد يكون جليا. قد يكون خفيا مثلما حدثنا امير المؤمنين وقرأت هذا عليكم في الحلقات السابقه حدثنا عن احوال اولياء الامام الحجه زمان الغيبه الكبرى اقرأ من نهج البلاغه انها طبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة 148 الخطبة التي رقمها خمسون 100 أمير المؤمنين يحدثنا عن صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه عن الحجة بن الحسن من أنه في سترة عن الناس في غيبته الكبرى في سترة عن الناس لا يبصر القائف اثره ولو تابع نظره ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل القين هو الحداد الامام يشحذ قوما من شيعته انهم خواص اوليائه لكن هذا الشحذ سياتي بلطف خفي بنحو اللطف الخفي ليس بنحو مباشر محسوس بحس حاسه البصر والسمع في سترة إنه بقية الله في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل تجلى بالتنزيل ابصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كاس الحكمه بعد الصبوح تصلهم حكمه امامهم صباحا ومساء توقعوا الفرج صباحا ومساء كيف شرحتها لكم في الحلقه الماضيه وفقا للعقيده والوجدان السليم ووفقا لمعطيات العقل والعلم تلاحظون المنطق هو المنطق تجلى بالتنزيل ابصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم هذه حقائق العقل والعلم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح سلامة الوجدان صفاء القلوب نقاء الباطن من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه هذا هو الذي يتحدث عنه سيد الأوصياء ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هذا تقدير مهدوي من الصنف الخفي لطف خفي أما اللطف الجلي هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 382 باب في الغيبة إنه الحديث التاسع عشر بسنده عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: للقائم غيبتان للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة هذه التسمية الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى هذه من الشيعة من عند الشيعة وإلا فإن الأئمة يطلقون مصطلح الغيبة الأولى والغيبة الثانية أو أنهم يقولون الغيبه القصيره والغيبه الطويله هذا الذي ورد في الروايات غيبه اولى وغيبه ثانيه غيبه قصيره وغيبه طويله غيبه تامه الحديث عن الغيبه الثانيه عن الغيبه الكبرى قطعا ستكون التسمية للغيبة القصيرة من أنها غيبة ناقصة لم يرد هذا الوصف للغيبة الصغرى من أنها غيبة ناقصة ولكن ورد الوصف للغيبة الكبرى من أنها غيبة تامة هذا يعني أن الغيبة الصغرى كانت غيبة ناقصة لأنها لم تكن غيبة تامة الإمام كان يتواصل مع الشيعة ومع سفرائه على اي حال اعود للروايه للقائم غيبتان احداهما قصيره والاخرى طويله الغيبه الاولى لا يعلم بمكانه الا خاصة شيعته هذا التقدير الاخص فالتقدير الخاص لشيعته التقدير الاخص لخاصه شيعته الغيبه الاولى لا يعلم بمكانه الا خاصه شيعته والاخرى التي هي طويله لا يعلم بمكانه الا خاصه مواليه هذا اللطف الجلي تواصل جلي مع الامام الحجه من قبل خواص اوليائه فهناك لطف خفي مثل ما قرات عليكم قبل قليل من انه يسقيهم كاس الحكمه صباحا ومساء ويغبقون كاس الحكمه بعد الصبوح ومن ان حقائق التفسير تلقى في مسامعهم هذا لطف خفي هذا الذي تتحدث عنه الروايه لطف جلي تواصل مباشر للقائم غيبتان احداهما قصيره والاخرى طويله الغيبه الاولى لا يعلم بمكانه الا خاصه شيعته والاخرى انها الغيبه الطويله لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه هذا هو الذي قصدته من أن التقدير المهدوية منه تقدير عام ومنه تقدير خاص ومنه التقدير الأخص فإذا أردنا ان ندرس السيناريو الثالث الذي هو سيناريو اليوم الاخير لا بد ان ناخذ بنظر الاعتبار هذه الحقائق التي اشرت اليها حقيقه ارتباط التشريع بالتكوين حقيقة مراتب هندسة التقدير فعلى خشبة مسرح التقدير هناك العديد من مراتب التقدير وفي كواليس مسرح التقدير هناك العديد من المراتب أيضا حقيقة ان التقدير المهدوي منه ما هو عام ومنه ما هو خاص ومنه ما هو اخص مثلما بينته لكم بنحو اجمالي هذه المطالب مطالب واسعه تحتاج الى كثير من الكلام لكنني مقيد بالوقت فماذا اصنع نذهب إلى فاصل عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما, وما اراك, أراك تدرك. تدرك اختلاف, اختلاف بني, بني فلان, فلان ومناد ينادي من السماء ويجيءكم الصوت, الصوت, الصوت من ناحيه دمشق, دمشق بالفتح وخسف قريه من قرى الشام, الشام تسمى الجابيه, الجابية. وستقبل اخوان الترك حتى ينزل الجزيره وستقبل مارقه الروم حتى ينزل الرمل فتلك السنه فيها اختلاف كثير في كل ارض من ناحيه المغرب فاول ارض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات راية الأصهر وراية, وراية الأبقع, الأبقع وراية السفياني بعد كل التفاصيل التي تقدمت منذ الحلقة 230 وهي أول حلقة من حلقات هذه المجموعة إلى هذه الحلقة التي نحن فيها الآن 296 سبعة وستون حلقة سبعة وستين حلقة امتلأت بالكثير من المطالب المعقده وتنوعت فيها المعارف العقائديه بعد كل هذا الزبده التي اصل اليها فيما يرتبط بالسيناريو الاخير نحن الشيعه هذا الذي اعتقده ليس بالضرورة أن يكون صحيحا، لكنني لابد أن أستخلص النتيجة من كل هذا الكلام الذي تقدم، أضع النتيجة بين أيديكم، أنتم ماذا تحكمون؟ تلك مشكلتكم، ما هي مشكلتي؟ مشكلتي ان قدمت بين ايديكم هذا الكتاب المتلفز الذي عنوانه يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول بدات الحديث عن السيناريو الثالث وها اني اختم الكلام به بعد كل تلك التفاصيل فإننا نحن شيعة هذا الزمان على الأقل نحن الذين نعيش في هذا المقطع الزماني من عصر الغيبة الثانية نعيش هذا المقطع الزمانية من زمان إمامة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه نحن اشيعه امامنا هذه الخيارات الخيار الاول ان نستمر على ما نحن عليه كل الحقائق تقول اذا بقينا على هذا الحال إذا بقي الواقع الشيعي على هذا الحال وخصوصا في العراق وخصوصا في العراق واتحدث عن شيعة العراق لا شأن لي بالاوضاع السياسية الاوضاع السياسية في العراق اوضاع بائسة لا شأن لي بها انني اتحدث عن علاقة الشيعة بإمام زمانها حديثنا عن المشروع المهدوي حديثنا عن امام زماننا لا شان لي لا بالسياسه ولبا لا شان لي لا بالسياسه ولا بما تفعله الحكومه بشعب العراق ذلك امر يعود الى الحكومه والى شعب العراق انا اتحدث هنا عن علاقه شيعه العراق بامام زمانها اذا بقيت الشيعه على حالها هذا الامام مشرق والشيعه مغربون فاننا سائرون حتما الى السيناريو الثالث هذا الذي اعتقده قد أكون مصيبا قد أكون مخطئا لكن الشيعة إذا بقيت على حالها هذا على خيبتها وفشلها وسوء طالعها إذا ما بقيت الشيعة بحالتها الديخية وبقي مراجع النجف وكربلاء يركبون على ظهورهم كي يجعلوا منهم حميرا لاولادهم وحميرا لاصهارهم وحميرا لنسائهم ولجلاوزتهم ما هم الشيعه حمير ديخيون اذا بقيت الشيعه على هذا الحال بالنسبه لي فانني مطمئن من اننا سائرون الى السيناريو الثالث وحينئذ سنكون تحت الصفر انني اتحدث عن علاقتنا العقائديه مع محمد وال محمد سنوثق روابطنا بحوزه الطوسي التي توثق روابطنا بسقيفه بني ساعده بالضبط مثل ما يفعله السيستاني الان وما يفعله خطباء المنبر الحسيني الان اتحدث عن العقيده لا اتحدث عن الهراء الذي يذكرونه لكم وبعد ذلك ياتونكم بنعي كي يثيروا عواطفكم وتبداون بالبكاء هذا بالنسبه للذين يبكون اما الذين لا يبكون فحالتهم اسوا لا هم بالذين ينتفعون شيئا من مجالسهم ولا هم بالذين يسقطون دمعه ولو بطريقه غير صحيحه في اجواء الخدمه الحسينيه إذا بقي الشيعة على حالهم هذا فهم سائرون إلى السيناريو الثالث وحينئذ ليس هناك من تمهيد شيعي لمشروع إمام زماننا وليس هناك من توفيق لنصرته والخوف كل الخوف أن تكون الشيعه بقضها وقضيضها مستعده لحرب امام زمانها هذه هي النتيجه اذا ما طوي السيناريو الثاني سيناريو القربان وتحرك الواقع الشيعي باتجاه السيناريو الاخير سيناريو اليوم الاخير هذا الخيار الاول الخيار الثاني ويا ليته يكون وهو الذي سيغير الواقع الشيعي ان مراجع النجف وكربلاء يتخذون قرارا ان يعتذروا عن الحال الذي هم عليه وان يوجهوا الشيعه الى المسار العقائدي الصحيح حتى لو لم يعتذروا ان يتحركوا باتجاه الاصلاح والتغيير بشكل صادق لا لاجل ان يضحكوا على الشيعه مره اخرى بطريقه اخرى انما يتراجعون عن ضلال حوزه الطوسي ويتوجهون الى حوزه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه التي يكذبون دائما من أن حوزة النجف هي حوزة الصادق حوزة النجف لا علاقة لها بحوزة الصادق هذه حوزة الشافعي هذه حوزة الطوسي من الذي أسسها؟ أسسها الطوسي وطوسي رجل شافعي هو شيعي لكنه في الحقيقة والمضمون شافعي هو في الشكل شيعي وان كانت عمامته عمامه عباسيه ابليسيه عمامه شيطانيه ورثها عن المرتضى عن علم الهدى كما لقبه العباسيون الطوسي شكله شيعي مضمونه شافعي فهذه حوزه النجف لا علاقه لها بالصادق صلوات الله وسلامه عليه لا من قريب ولا من بعيد انها حوزة الشافعي انها حوزة الأشاعرة والمعتزلة هذه حقيقة حوزة النجف لو ان مراجع النجف يتراجعون عن هذه الحوزة الضالة ويتوجهون الى حوزة إمامهم الصادق يتحركون وبسرعه باتجاه التغيير والاصلاح ولن يجدوا معترضا عليه من من الشيعه يعترض على المرجع الاعلى او على الحوزه في النجف لكنني لا اعتقد ان الامر هذا سيكون علاقتهم بالدنيا طمعهم بتوريث المرجعية لأبنائهم ولعوائلهم طمعهم بالأموال إلى غير ذلك مع أنهم سينالون أكثر من هذا لو ساروا في المسار الصحيح لكنهم قست قلوبهم وأعمى الشيطان أبصارهم بعدما نقضوا بيعة الغدير هل نتوقع خيرا؟ من اناس نقضوا بيعه الغدير بقصد وبعمد وبعد ذلك كذبوا على الشيعه ما كذبوا وضللوهم لا اعتقد انهم يستطيعون ان يتراجعوا لانهم قد سلموا قيادهم للشيطان اتمنى اتمنى ان يتراجعوا وان يعودوا الى حوزه امامهم الصادق قطعا هذا الامر لو حدث هذا هو الامر المثالي لتغيير الواقع الشيعي لكنني استبعد هذا المراجع الموجودون الذين اعرفهم قلوبهم منتكسه وعقولهم مرتكسه في قذارات النواصب لا يستطيعون الخروج منها لا أعتقد ذلك أتمنى أن أكون مخطئا في تقديري وأتمنى أن يسرع مراجع النجف في حركتهم لتغيير الواقع الشيعي ولإصلاح واقعي المؤسسه الدينيه الشيعيه الرسميه فهذا هو الحل النموذجي المثالي لتغيير الواقع الشيعي حينئذ سنكون سعداء اذا ما تحقق هذا الامر لاننا سنبقى مع السيناريو الثاني لكنني استبعد وقوع هذا الامر. الخيار الثالث انه خيار النخبه النخبه الشيعيه من الجامعيين من حمله الشهادات من المثقفين من الاعلاميين وحتى من السياسيين النخبه الصالحه التي التمست طريق الحق او التي بامكانها ان تبحث عن طريق الحق وانا ادعوهم ان يعودوا الى برامجي لا ادعوهم لاتباعي وحق الزهراء لا اريد احدا ان يتبعني انا لا اريد ان العب هذه اللعبه لا اريد منهم ان يتبعوني، ولا اريد منهم ان يصدقوني، ولا اريد منهم ان يقبلوا كل كلامي، فأنا بشر يختلط خطئي مع صوابي، وتختلط هدايتي مع ضلالتي، وحكمتي ان كان عندي من حكمة مع سفاهتي. هذا هو واقعي انه واقع الانسان ولهذا السبب فانا احتاج الى الامام المعصوم الانسان يحتاج الى الامام المعصوم لماذا لان اخطاءه تختلط بصوابه ولان سفاهته تختلط بحكمته ولان جهله يغطي على علمه ولان ضلاله يلطخ صفحات هدايته هذا هو الانسان من كانت محاسنه مساوي وهو انا وانتم فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ هذا هو السر في احتياجنا للمعصوم فانا اقول لنخبتي عدوا الى برامجي لا لاجل ان تتبعوني ولا لاجل ان تصنموني ولا لاجل ان تصدقوا كلامي ولا ابالي لو كذبتموني ولا لاجل ان تقبلوا كل كلامي انا اقول انا اقول عودوا الى برامجي وابحثوا عن الحقيقه كي تعثروا عليها بانفسكم دققوا في الوثائق والادله والشواهد والدقائق والحقائق كي تدركوا الحقيقة بحكم من عقولكم وبإذعان من قلوبكم لا شأن لكم بي أكنت صالحا أم كنت طالحا أنا لا أمثل شيئا بالنسبة لكم أنا راوية حديث أنا واسطة لنقل المعلومات فقط وأنتم عليكم أن تبحثوا بأنفسكم اذا نشا تيار مجتمعي يحمل هذه الثقافه وكان واسعا ومنتشرا لا اتحدث عن جميع المجتمع وانما اتحدث عن النخبه فان بامكاننا ان نبقى مع السيناريو الثاني وان بقيت المؤسسه الدينيه الشيعيه الرسميه بعيده عنه لا شان لنا بها ان ينشا تيار يقاطع هذه المؤسسه الدينيه وان ينشئ واقعه العقائديه على هذه المضامين التي وردت في هذه البرامج لا لانها وردت في برامجي انا لا لانها بثت من قناه القمر الفضائيه التي اسستها انا لانها تنتمي الى قرانهم المفسر بتفسيرهم والى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم وعلى هذا بايعنا في الغدير اذا كنتم شيعه يفترض فيكم انكم بايعتم بيعه الغدير وهذا هو مضمونها ان ناخذ ديننا وان ناخذ علمنا من قرانهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم وهذا ما لا تجدونه لا في كتاب شيعي ولا في فضائيه شيعيه ولا في درس من دروس مراجع الشيعه ليس هناك من مكان الا هذه القناه وابحثوا وتاكدوا واختبروا وجربوا بانفسكم هذا الخيار الثالث يمكن ان يتحقق اذا ما وضعتم ايديكم في يدي ووضعت يدي في ايديكم بالامكان ان يتحقق هذا الخيار ان ينشا تيار مجتمعي لا علاقه له بتلك المؤسسه الدينيه الشيعيه الرسميه الفاشله انها مؤسسه المرجئه والبتريه والمقصره بإمكانكم أن تفعلوا ذلك. وهناك فسحة، السيستاني إذا ما مات فإن الأمور لن تبقى على حالها مثلما كان السيستاني موجودا. بإمكانكم أن تؤسسوا من الآن لتيار مجتمعي واسع. أنتم النخبة هذه وظيفتكم. انا لا ادعوكم الى تنظيم سياسي ولا ادعوكم ان تشكلوا تشكيلات هذا مسؤول وذلك قائد اذا خرجنا من حفره مليئه بالقذاره وسقطنا في حفره اقدر انا لا ادعوكم الى تنظيم للافراد ولا ادعوكم الى تشكيل مجموعات ينصب فيها فلان قائدا وفلان مسؤولا هذا الهراء هو الذي دمرنا انا اقول لكم انتم شيعه انتم شيعه الحجه بن الحسن هكذا تدعون تعلموا عقائدكم الصحيحه والتزموا بكلام ائمتكم علموا عوائلكم اذا كانت عوائلكم تقبل منكم علموا اصدقاءكم اذا كان اصدقاءكم يقبلون منكم تحدثوا بهذا الحديث بالسنتكم واعملوا بنحو اعلامي على الانترنت اتحدث عن الذين يمتلكون الموهبه ويمتلكون الامكانيات للعمل الاعلامي اكتبوا اذا كنتم قادرين على الكتابه لكن الحديث بالالسنه هو الاهم بلغوا بالالسنه في كل مكان في المقاهي في المدارس في الجامعات في المساجد في الحسينيات انتم يا اصحاب الحسينيات وظفوا حسينياتكم في هذا الاتجاه قد نموت نحن السيستاني ميت مثلما تغيرت موازين المرجعيه بعد موت الخوئي ستتغير موازين المرجعيه بعد موت السيستاني ستكون هناك فسحه هذا شيء طبيعي لا يستطيع احد ان يجبركم على ان تقلدوا المرجع الذي سيعين للشيعه من بعد السيستاني بإمكانكم ان تجدوا فرصه لكم عجلوا من الان عجلوا لماذا انتم نائمون عجلوا انشئوا تيارا مجتمعيا عقائديا يتبنى هذا الفكر ويتبنى هذه العقائد على الاقل للجيل القادم نحن ذاهبون أنا ومن في سني ذاهبون عيون الإمام الحجة إلى الشباب دعونا نهيئ الطريق أمام شباب الشيعة للأجيال القادمة اغتنموا هذه الفرصة وقدموا دقائق من الخدمه الصادقه لامام زمانكم كي تاخذوها معكم الى قبوركم صدقوني وانا اقولها لكم من خبره في معارف اهل البيت لن تنفعكم صلاتكم ولن ينفعكم صيامكم هذا لا يعني ان تتركوا صلاتكم وصيامكم لن تجدوا لذلك قيمه ستجدون القيمه فقط لخدمه امام زمانكم من هنا الامام الصادق يقول لو ادركته لخدمته ايام حياتي انتم تفهمون ماذا يقول امامنا الصادق لو خدم انتم تفهمون وتدركون ماذا يقول الامام الصادق لو ادركته لخدمته ايام حياتي الامام الصادق هو اطول الائمه عمرا نحن نتحدث عن عمر امام معصوم يريد ان ينفقه ان يصرفه في خدمة إمام زماننا فماذا نقول نحن؟ لو جمعنا كل أعمارنا وكل أعمار الخلائق هل يمكننا أن نقايسها؟ لا أقول هل يمكننا أن نساويها، هل يمكننا أن نقايسها بجزء يسير من ثانية من عمر إمامنا الصادق؟ لا يمكن ذلك لا يمكن المقايسه المقايسه باطله انا لا اقول لا تساوي لا يمكن المقايسه لا تساوي هذا اذا كان هناك من وجه للمقايسه لا يمكن المقايسه وامامنا الصادق يقول لو ادركته لخدمته ايام حياتي مثلما تخدمون عوائلكم مثلما تخدمون نساءكم وأولادكم مثلما تخدمون آباءكم وأمهاتكم مثلما تخدمون مجتمعكم وبلدكم مثلما تخدمون جيرانكم وأصدقاءكم قدموا خدمة لإمام زمانكم أنتم على طول الخط تخدمون أنفسكم وتخدمون الذين أشرت إليهم أنا لا أقول اخدموا الإمامة كما تخدمون أنفسكم ولكن اخدموه كما تخدمون جيرانكم كما تخدمون أصدقائكم قدموا له جزءا من وقتكم هذا الجزء الذي تقدمونه خدمة لإمام زمانكم هذا هو الذي يبقى معكم وكل شيء لن يبقى معكم، لا قيمة له. الشيء الذي له قيمة ويبقى مسجلا ثابتا. هذا هو الذهب الصافي خدمة إمام زمانكم، فعجلوا عجلوا. أنتم يا أصحاب الشهادات، أنتم يا أساتذة الجامعات ممن ممن أدركتم حقيقة الأمر. وممن اقتنعتم بهذا الذي يطرح عبر هذه القناه بادروا بادروا للعمل ماذا تنتظرون الفرصه مناسبه وسانحه جدا بالنسبه اليكم هذا هو الخيار الثالث اما الخيار الرابع ان نبقى مترددين ان نبقى خائفين ان نبقى يسيطر علينا الجبن تاره الهلع تاره اخرى ان نخاف من ان يقال عنا كذا وكذا ان نبقى في حاله تردد فان عاقبتنا ستبقى ايضا في حاله تردد لا ندري ماذا سيحل بنا هذه الخيارات الموجوده امام الشيعه يبقون على حالهم نحن سائرون الى السيناريو الثالث يعني اننا نازلون تحت الصفر وكل شيء تحدثنا عنه سيذهب هباء منثورا ان تصلح المرجعية من حالها وان تصلح الواقع الشيعي هذا هو الحل الامثل الحل النموذجي لكنني لا اعتقد ان هذا سيتحقق اتمنى من كل قلبي ان يتحقق هذا وساكون اول خادم في برنامجهم وساكون اصغر خادم لهم اذا ما تحركوا بهذا الاتجاه لكنني لا اعتقد ذلك السيناريو الثالث الخيار الثالث الخيار الثالث هو خيار النخبه ان يتحركوا ان يعملوا وفقا لمسؤوليتهم سننجح في البقاء مع السيناريو الثاني أيضا الخيار الرابع أن نبقى مترددين النتيجة ستكون مترددة أيضا عاقبتنا مترددة لا يوجد خيار خامس أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا وقت الحلقة صار طويلا ملاحظة أخيرة مثلما قلت لكم هذه هي الحلقة الأخيرة في مجموعة هذه الحلقات لكن هناك حلقات ملحقة بها يتوقف البث المباشر لمدة ستة أيام من يوم غد الى يوم السبت لماذا كي نعيد بث الحلقات السته الاخيره اتمنى على ابنائي وبناتي وعلى اخواني واخواتي ان يتابعوا هذه الحلقات هذه الحلقات مهمه جدا هذه ترشدكم الى ان تميزوا بين منهج اهل البيت في الفهم والتحليل وبين منهج المرجئه والبتريه والمقصره حاولوا ان تتابعوا هذه الحلقات وان تتشبعوا بها وبعد ذلك قارنوا مع الهراء الذي تسمعونه على المنابر او في الفضائيات او من السنه اصحاب العمائم السوداء والبيضاء على حد سواء اتمنى على ابنائي وبناتي واخواني واخواتي ان يدققوا النظر وان يلخصوا ان يتباحثوا فيما بينهم في هذه الحلقات التي سيعاد بثها فمن يوم غد الى يوم السبت سيتوقف البث المباشر لاننا سنعيد بث الحلقات السته الاخيره في يوم الاحد القادم ساعود اليكم ان شاء الله تعالى وسيبدا بثنا في الساعه الثامنه والنصف بتوقيت النجف الاشرف وفي الساعه الخامسه والنصف بتوقيت غرينتش وتوقيت مدينه لندن اذا الى الملتقى في يوم الاحد القادم اسالكم الدعاء جميعا في امان الله